السلام عليكم أحبتي وأصدقاء متابعي قناة الأعزة، وهلا والله ومشتاق لكم حيل، وجيناكم بآخر الأخبار، خليكم ويانا. بعد النتائج الهزيلة والسيئة للمدرب المونتينيغري زيلكو بيتروفيتش، الاتحاد العراقي بصدد اختيار مدرب محلي، وبالتحديد المدرب عبد الغني شهد مدربا جديدا لمنتخبنا الوطني، والإعلان الرسمي المتوقع أن يكون يوم الأحد المقبل. إذا تسألون عن مصدر هذا الخبر فأقول لكم هو برنامج صوت الملاعب. وفي تصريح المدرب المحلي راضي شنيشل الذي قال لن أوافق على العمل كمدرب للمنتخب الوطني في الفترة الحالية، وأكد راضي شنيشل أن هناك فوضى إدارية في الكرة العراقية، لن أجازف باسم تاريخي في ظهر هذه الأوضاع الصعبة التي نمر بها. أنت كجماهير عراقية شنو رأيكم برفض راضي شنيشل مسألة قيادة منتخبنا الوطني؟ مصادر وأنباء شبه مؤكدة عن نية الاتحاد العراقي لكرة القدم نقل مباريات منتخبنا الوطني ونظيره الإماراتي والسوري من قطر إلى الأرض المفترضة في المملكة الأردنية الهاشمية من أجل حضور الجماهير المتواجدة هناك ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات الآسيا المؤهلة لكأس العالم 2022. معقول عندنا هيك أمل ومتمسكين به؟ يلا خير إن شاء الله. وفي تغريدة على صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الرسمية نشر صور ملاعب العراق وتحت عنوان عادة الكرة القدم الدولية إلى بغداد بعد 8 سنوات. شو تقول إن هي بوابة لعودة الرفع الحظر عن الكرة العراقية؟ نتمنى إن شاء الله. وفي خبر مؤسف أقل ما يقال عنه مؤلم، منتخبنا الوطني يزاحم منتخبات الفلبين وتايوان وبوتان في تحطيم الأرقام القياسية بعدم التحقيق الفوز في أطول سلسلة مباريات رسمية يخوضها المنتخب، حيث وصل مباريات منتخبنا الوطني إلى المباراة الرسمية رقم 12 من دون تسجيل أي حالة فوز، مع الأسف والله. وفي تصريح لبعض لاعبي منتخبنا الوطني السابقين لإحدى القنوات الفضائية وفي أحد برامجها، حيث صرح كل من صفا هادي همام طارق وإبراهيم بايش بأن بعادنا عن المنتخب الوطني كان ظلما، وبتروفيتش جعلنا ضحية أحد المواقع الإلكترونية. وعن لاعبنا المحترف وراء علي الحمادي وفي تصريح أقل ما يقال عنه راع، حيث قال البعض يوجه لي سؤال لماذا لم تشارك بشكل أساسي، وردي دائما هو أنا لاعب في صفوف المنتخب، أمتثل دائما لما يطلبه المدرب مني، ومتى ما احتاجني في الملعب سأكون بأتم الجاهزية، وإن لم أخذ مباراة سوف أكون داعم ومشجع لبقية اللاعبين. علي الحمادي الكثير لا يعرف أن والدي من محافظة العمارة، وأنا عمارتشي، وأنا الآن أعيش حلمي كل مرة أرتدي فيها فانية المنتخب الوطني، وأعتذر من جماهيرنا الرياضية على النتائج الأخيرة، لكن لا تزال بأيدينا الفرصة، أراكم قريبا، إني أحبكم. يعني شو رأيكم تصريح علي الحمادي هذا الولد الراعي الذهبي اللي ظلمه بتروفيتش؟ وفي أول رد فعل للاعبنا جستيميرم بعد قرار إقالة بتروفيتش من قيادة منتخبنا الوطني، حيث غرد جستيميرم قائلا 0 انتصارات من أصل 8 مباريات في التصفيات، جاء مع غرور كبير وعقلية كارثية للفريق صنعها عنهم وليس عن العراق، يجب التعلم من هذا واختيار المدرب الذي يمكن إدارة اللاعبين الحاليين بشكل صحيح. شنو رأيكم تصريح جستين ميرام؟ وعن لاعبنا المغترب علي الموسوي الذي صرح قائلا أنا جاهز الآن بشكل كامل لتمثيل المنتخبات العراقية في حال تلقيت دعوة، تلقيت الضوء الأخضر من قبل الملاك الطبي للبدء في تدريبات مع الفريق الأول لنادي كوبنهاجن الدنماركي استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، جلست مع عائلتي واتخذت قراري بتمثيل بلد الأم العراق، وسأكون سعيدا للدفاع عن فانيلة منتخبنا الوطني، ولا صحة أطلاقا لما يشاع عن عدم رغبتي سابقا في تمثيل العراق، كل ما في الأمر أني كنت مصابا وخضعت لجلسات تأهيل من أجل العودة بشكل كامل الملاعب. يلا ان شاء الله نتمنى نشوفك بالمنتخب، مو قاعدوك احتياط حالك حال زيدان وعلي الحماد وامير العماري.